في المطار فإن الإجراءات في المطار كما هو معمول بها دوليا كتكون أوتوماتيكية، ولكن بالنسبة للوافدين من بعض المناطق التي تعيش هذا الوباء فإنه يتم هناك يعني تشديد أو مراقبة مركزة على هؤلاء، لأن كتعرفوا جميع الحالات كتجي دابا عن طريق الأصفار. والمغرب يعني عنده معايير دولية معتمدة، ووزارة الصحة المغربية يعني عندها لجان في كل المراكز وعندها لجنة وطنية وتقوم بمراقبات وتتبع حالة بحالة وتتبع الوضع بصفة عامة وتصدر بلاغات في ذلك. فيما يتعلق بعملية ديال قطع أو حذف خطوط الجوية من وإلى سواء من المغرب إلى دول أخرى، هذا أيضا خاضع للترتيبات، خاضع كذلك لوجود وانتشار هذا الوباء جغرافيا، وبالتالي فهناك خطوط قد تذهب فارغة وتأتي فارغة فيكون لك انعكاس اقتصادي، وبالتالي هناك تدبير اقتصادي وتدبير كذلك للوباء عن طريق هذه وسائل النقل التي فيها الوافدون من كل الدول. فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية الأخرى، كتعرفوا الآن هذا الوباء دوليا خلق ارتباك اقتصادي ودولي، وبالتالي لا توجد الآن وضعية اقتصادية معينة ممكن تتعامل معها، فالوضع يتعامل كذلك مع التطورات في جميع أنحاء الدول، وبالتالي فإن الاقتصاد الدولي الآن يعرف يعني تذبذبات من حين لآخر ويعرف تطورات سريعة، ونحن جزء من هذا العالم، وبالتالي سنتعامل معه بالطريقة التي سنتأثر بها سواء من حيث العلاقات التجارة الخارجية أو من حيث العلاقات الأصفار أو من حيث علاقات السياحة. ما نؤكده هو أن المغرب يقض على جميع المستويات الصحية والاقتصادية والتجارية، وأنه يعمل وفق معايير دولية لحماية المواطنين وصحة من جهة، ولحماية كذلك الآثار الاقتصادية على الاقتصاد الوطني في جميع المستويات سواء الاقتصاد العام أو الاقتصاد الخاص. وشكرا.